أكد عمرو درويش عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين في تصريحات للتلفزيون المصري أن قانون الأحزاب السياسية لا يحتاج إلى تغييرات جوهرية، ولكن إلى عدد من النقاط التي تساهم في دعم الحياة الحزبية. دي جلسة في منتهى الأهمية، لأن هي مرتبطة ب يعني الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة. خلينا أقول لحضرتك طبعا النقاشات مثمرة جدا، إحنا طبعا بنثمن يعني وجود كل الأطياف السياسية والتيارات بمختلف الأيديولوجيات موجودة في هذه الجلسة. لكن هو تحديدا أنا ما يهمني في هذا الموضوع، يعني في تقديري الشخصي إن طبعا قانون الأحزاب السياسية يعني مش محتاج إلى تعديلات جوهرية، قد تكون يعني تعديلات طفيفة جدا لا تمس صلب القانون، لكن يعني القيمة الأكبر في مسألة الممارسة السياسية هنا وقدرة الأحزاب السياسية إن هي تكون موجودة على أرض الواقع. أعتقد إن ده محور مهم جدا يعني هيطرح النهاردة في النقاشات، وهيكون له طبعا وقت كبير جدا، لأن هي المسألة هنا مرتبطة بمسألة يعني هل تستطيع الأحزاب السياسية أن تكون قادرة على تمثيل المجتمع المصري ولا لا؟